تقول السائلة: فتاة لم تأتها الدورة الشهرية لمدة شهرين، ثم نزلت 37 يوما فانقطعت أسبوعا وأربعة أيام، فنزلت وهي تنوي العمرة تريد الحكم، ماذا تفعل وقد قرأت في كتيب أن الحائض تحرم وتعتمر؟ تحرم لكن ما تؤدي العمرة حتى ينقطع الدم وتغتسل منه ثم تؤدي الطواف والسعي والتقصير. أما الإحرام يجوز للحائض أنها تحرم لكن تنتظر حتى ينقطع عنها الدم ثم تغتسل من الحيض ثم تطوف وتسعى وتقصر من رأسها، هذه العمرة. أما إذا كان لها عادة معلومة من قبل، عادة 6 أيام أو 7 أيام أو 10، عادتها معروفة من قبل ثم طرأ عليها هذا المرض ونزل عليها الدم بكثرة وطول مدة، فإن تجاوز 15 يوم فإنها تجلس إلى 15 يوم ثم تغتسل وتصلي لو عليها دم، لأنه لا حيض بعد 15. وإن استمر الدم ولم ينقطع أبدا فإنها ترجع إلى عادتها اللي كانت عليها من قبل، 6 أيام 7 أيام 10 أيام، ترجع إلى عادتها. نعم.